كثير منا احنا المسلمين بيرحبوا بحرية العقيدة جدا، بس اذا كانت راح تخلي غير مسلم يصير مسلم، اما مسلم يغير دينه او يترك الاسلام لا والف لا. هون بتطلع الشيزوفرينيا وبيرفض موضوع حرية الاعتقاد تماما. لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، أو حريته في إظهارها بالتعبد وإقامة المشاعر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة. بأوروبا مثلاً بتشوف بكل بلد تنوع غنى في الخريطة الدينية، بتشوفهم جميعاً بمارسوا عقائدهم، إلهم حرية الاعتقاد أو لا اعتقاد، ما في قوانين بتقيدهم ولا سائد مجتمعي بيأذيهم ولا تراث ديني بيسجنه وبيحرض عليه. هذا جو صحي غالباً ما بيكون خالي من المنافقين. هاي حرية ضرورية لحياة أفضل، مش مجرد رفاهية. الحرية الدينية هي أم الحريات، وبغيابها الحياة ما رح تستقيم.